الله أحبتي المشاهدين، تعد اللحوم الحمراء مصدر غذائي مهم للإيفاء بحاجة المستهلك من البروتين، وهي أحد معايير قياس رفاهية الشعوب وتطورها. لذا تسعى دول العالم أن توفر هذا المنتج، سواء كان محلي، وإذا ما توفر محلي فيجب أن توفره مستورد. إذا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش موضوع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيع العشوائي والجزر العشوائي يتم بالطرقات في ظل ارتفاع ضحايا و يعني إصابات الحمى النزفية. تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها سويا احنا وياكم، لكن انه قبل ان نخوض بهذه التفاصيل، قبل ان نتعمق بهذا الموضوع ونتعرف على تفاصيل اكثر، خلينا نشوف احنا وياكم هذا التقرير وراجعين. تبرز الى العلن بشكل واضح ظاهرة جزر المواشي العشوائية في بغداد وعموم المحافظات، لا سيما في الاحياء الشعبية، بشكل يثير التساؤلات حول المصدر الاساسي للحوم، حيث انتشرت بصورة كبيرة وما زالت إلى يومنا هذا بعد إن وجدت مساحة من الحرية من غير الرقابة أو متابعة من قبل الجهات الحكومية المعنية، على الرغم من تأثيرها السلبي على مستوى صحة البشر وصحة الحيوان والبيئة، حيث تتسبب في انتشار الأمراض بالإضافة إلى تأثيرها على جمالية الشوارع والساحات العامة، مما تعطي مظهر غير حضاري وغير صحي للمدن، فيما يقابلها ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية في وقت تشهد فيه أعداد الثروة الحيوانية تراجعاً كبيراً بسبب أزمة الجفاف وقلة الدعم الحكومي، بالإضافة إلى انتشار الحمى النزفية، مما شجع البعض إلى شراء اللحوم من الطرق بسبب اختلاف سعرها عن أصحاب محالي القصابة، الأمر الذي يدفع المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود إلى الشراء عن طريق الجزر العشوائي. وبحسب مختصين، من أجل الحد والقضاء على هذه الظاهرة يجب أن تكون هناك إجراءات واقعية واتخاذ تدابير ضرورية وإنشاء مجازر بعدد أكبر وحديثة والسيطرة على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى شراء اللحوم من أماكنها الرسمية والتأكد من ختم اللحوم بالأختام الرسمية للمجازر، وتجنب شراء اللحوم من أماكن الذبح العشوائي، كفيل بمساعدة الجهد الحكومي بالقضاء على هذه الظاهرة. بعد ما رجعنا من تقرير مشاهدينا الأكارم، طبعا تنتشر المواشي والأغنام في الطرقات وفي الشوارع بصورة كبيرة، بالتالي هذا أتاح أن يتم ذبحها أيضا وبيعها على قرعة الطريق، بسبب أكيد وتارك مخلفات ونفايات وروائح كريهة تكون هي مضرة، بالتالي هذا راح يسبب ويتم يعني عملية انتقال الأمراض بصورة كبيرة وبصورة أسرع، تحديدا في فترة انه احنا يعني نعاني من موضوع الحمى النزفية، ومصدر الرئيسي للحمى النزفية هو اللحم وهو الحيوان نفسه. فهنا المشكلة وين؟ المشكلة انه يتم بيع هذه المواشي وهذه الأغنام بصورة هي غير نظامية، ويتم ذبحها بصورة ايضا غير نظامية وعشوائية. هنا المواطن ما راح يقدر يتعرف على انه هذا الحيوان هو مريض ام لا، هل هو صالح للاستخدام ام لا، بالتالي هذا يسبب مشاكل. هنا المشكله وين؟ المشكله انه من يتم بيعها بطريقه اصوليه من مجازر حقيقيه مسجله لدى وزاره الصحه، من المراعي اللي هي اساسيه وموجود بها هذه المجازر، راح يتوفر بها اطباء اختصاص واطباء بيطره، بالتالي راح يكونون على علم ودرايه هل هذا الحيوان صالح للاستهلاك ام لا. بالتالي عندما يكون الحيوان هذا مريض او يعني يعاني من مشاكل، بالتالي راح يعزل، ما راح يتم بيعه ويصير مشاكل، او نقدر نسيطر على اي مرض، مو فقط الحمى النزفيه، يعني هناك امراض انتقاليه كثيره بسبب انه هذه من يتم ذبحها بطريقه عشوائيه بالشوارع وبالاحياء السكنيه. وهنا مشكله انتقال النفايات والروائح هذه مشكله عميقه، بالتالي تسبب مشاكل، اولا تؤثر على صحه الانسان، وثانيا تؤثر على البيئه. فهنا محتاجين تكون هناك رقابة حقيقية من قبل الجهات الرسمية والجهات الحكومية، يتم متابعة من يقوم بهذه الأعمال الغير صالحة، وأيضا متابعة القصابين اللي يقومون بهذه الطريقة اللي هي تعتبر غير شرعية وغير صالحة للاستخدام. فمحتاجين تكون هناك دورات تفتيشية وتكون هناك متابعة صارمة وتكون هناك عقوبة حتى
نقدر إنه إحنا نتخلص من هذه الظاهرة العشوائية، والظاهرة هي غير صالحة، وإحنا الآن في فترة أو في سنة 2023، يعني معناته هناك تطورات، وهناك نقدر نعتمد على آلية جديدة، نقدر نعتمد على طرق جديدة ومستحدثة. فإحنا وياكم نريد نتعرف بأسباب أو ما هي المخاطر البيئية اللي تسببها ظاهرة الجزر العشوائي في البيئة، وما هي تأثيراتها. فنشوف إحنا وياكم الجواب وراجعين. من الأضرار البيئية الأخرى اللي ممكن تتولد عن طريق الجزر العشوائي، وممكن تراكم الذباب أيضا والحشرات أخرى على مخلف اللي تقتاتح على مخلفات هذه الحيوانات، ما سبب من تلوث، إضافة إلى كثرة انتشار الروائح الكريهة من مخلفات الحيوان واللي بعد فترة تتفسخ. لذلك يتطلب، يعني حتى في حالة وجود جزر عشوائي، يطلب مخلفات الحيوانات يعني ما تبقى بالأسواق أو بالشوارع، وإنما تدفن في حفر معينة لضمان عدم وصولها إلى يعني الحيوانات الأخرى اللي ممكن تقتات عن القطط والكلاب وغيرها، إضافة إلى حشرات وغيرها. هذه يعني تقريبا أهم المخلفات، أهم عفوا الأضرار البيئية من جراء الجزر العشوائي. قبل قليل تحدثنا عن موضوع المجازر، توفرها بالعراق، ويجب أن تكون يتم الذبح عن طريق المزرعة وغيرها. لكن إذا جينا حكينا عن المجازر الموجودة بالعراق، فهي أعدادها جدا قليلة وغير كافية، بالإضافة أنه هذه المجازر هي قديمة مستهلكة، بالإضافة أنه هي لا تسد حاجة المستهلك من موضوع اللحم وغيرها، بالإضافة أنه هذه المجازر الموجودة أيضا بالعراق هي تكون تفتقد الشروط الصحية، الشروط الفنية والبيئية، تفتقد إلى وجود عامل النظافة واللي هو عامل أساسي حتى نقدر نحفظ المنتج. يعني تفاصيل كثيرة تعاني منها المجازر حقيقة في العراق. هو أيضا المجازر أعدادها بما أنه هي لا تسد ولا تكون مع التزايد والنمو السكاني، بالإضافة أنه هذه المجازر هي تفتقد إلى التطورات والتكنولوجيا يعني الموجودة حاليا، وإن كانت هي كلش قديمة. يعني من ناحية أنه إحنا بسنة 2023، معناته أنه أكو تطورات وأكو آليات وأكو آلية الذبح يعني بتقنيات حديثة وجديدة، يعني تفاصيل كثيرة يجب أن ننتبه إلها، وبالتالي يجب أن يتم مراعاتها. بالتالي أنه موضوع أنه هذا الذبح وغيرها هي حلقة متواصلة، يعني إحنا نطالب بالذبح أو البيع من خلال العلوة، أو أن الشخص يتم ذبح يعني الذبح من طريق المجزرة، لكن إذا كانت هي غير متوفرة شيء يسوون؟ بالتالي راح يضطرون أنهم ينتشرون بالطرقات وغيرها، راح يتم البيع عن طريق الطرقات وغيرها. بالتالي أنه هذا الموضوع أنه المجزرة هي راح تحمي المنتج، وان كانت تتوفر كافه الشروط الصحيه بها، راح تحمي المنتج، راح تخلصها من النفايات وغيرها، لان من يكون الدم وغير هذه يعني مال الذبح ويكون بالطرق والارياح ومخلفات الحيوانات يكون بالطريق، هذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى مشاكل كثيره. لكن اذا كانت متوفره بالمزرعه هذه الشروط، راح نقدر نتخلص من كثير من الامراض، وراح نكون هي الموضوع يكون اكثر نظام. طبعا للعلم، عندما تكون هناك مجزرة يعني تكون نظامية، يجب انه هي تكون خاضعة لشروط، من ضمنها انه هي تبتعد عن المناطق السكنية وعن الأقضية، يجب انه هي تبتعد عن المعامل وعن تكون يعني الامور المصانع وغيرها، حتى هذه المصانع هي تطلق غازات سامة، بالتالي راح تأثر على المنتج. فاكو شروط هذا حسب القانون العراقي، لكن اغلب المجازر الموجودة في اغلب المحافظات هي غير نظامية، غير خاضعة للرقابة، هي غير مسجلة لدى وزارة الصحة، بالتالي محتاجين تكون هناك متابعة مراقبة، محتاجين انه تكون هناك مجازر جديدة، مجازر وان كانت قديمة ان يتم تطويرها واضافة مجازر جديدة، بالتالي حتى نقدر نبعد هذا الموضوع وموضوع الجزر العشوائي والبيع العشوائي من الطرقات، نقدر نبعده الى المجازر الحقيقية والرسمية، نقدر انه احنا نتعرف حتى نقدر نقضي على موضوع انه كان موضوع هذا الحيوان هو مريض ام لا، لان بالمجازر هو عندما يتوفر اخصائي او دكتور بيطري راح يقدر يتعرف عليه مثل ما ذكرنا قبل قليل. لكن بوجود المجازر اللي هي غير رسمية والمجازر العشوائية، راح ممكن يسوق هذا الحيوان المريض وعادي تمشي الأمور طبيعي بسبب هو عدم المراقبة. فهنا السؤال،
لماذا لا يتم توفير مجازر أكثر تكون نظامية حديثة متطورة حتى نقدر نسيطر على السوق ونقدر نسيطر على الوضع اللي الآن يزداد السوق يوم بعد يوم؟ نشوف الجواب احنا وياكم وراجعين. الواقع الحالي للمجازر في العراق يشير إلى قلة عددها وانتهاء العمر الافتراضي لأغلب هذه المجازر، وأن أغلب هذه المجازر قديمة تعود سنوات إنشاءها لفترات مختلفة، يعني أغلبها أنشأ في فترة الستينات والسبعينات، قسم منها في الثمانينات. أغلب هذه المجازر تم تأشير عليها أنها يعني تقع في داخل التصميم الأساسي للمدن، وبالتالي غير حاصل على الموافقات البيئية. مشكلتنا بهذا الموضوع أنه لا يوجد برنامج واضح في سياسة الدولة لإنشاء مجازر حديثة لتنظيم العمل في إنتاج اللحوم، وبالتالي القضاء على جميع الظواهر الناتجة من عدم وجود مجازر نظامية. يعني عدد المجازر الموجودة حاليا 49 مزرعة، بينما حاجة البلد في حدود 128 مزرعة صغيرة ومتوسطة. هذا الرقم نتيجة إعداد دراسة بهذا الموضوع من قبلنا. الانخفاض الواضح لمجازر اللحوم العاملة نتيجة عدم المقدرة على الإنشاء من قبل الجانب الحكومي أو القطاع الخاص في هذا الموضوع، حيث لا توجد رؤية مستقبلية حكومية لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات للإنتاج الحيواني متكاملة، وبالتالي الاستثمار في مجال إنتاج وتسويق اللحوم، نتيجة غياب التخطيط الصحيح والفرص الاستثمارية ووجود الروتين والفساد والبيروقراطية عند الحصول على الموافقات أو التسهيلات الحكومية أو استيراد مستلزمات العمل في هذا الجانب. الآن نتحدث عن نقطة جداً مهمة بهذا الموضوع، واللي هي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل يعني بوضع مبالغ به جداً. يعني هنا من نشوف أنه موضوع اللحم يباع من محل إلى آخر، وكل محل وكل شخص يبيعه على حسب هواء. يعني الشخص مثلاً يبيع اللحم الكيلو ب18، والبعض يبيعه ب20، والبعض يبيعه ب16 وحسب، وهذا يقاس على أساس المنطقة اللي هو قاعد بها، سواء كان الشعبية على أساس المحل اللي هو مأجره. يعني أصبح هناك جشع كبير من قبل التجار وقبل القائمين على هذا الموضوع. البعض يقول لك والله أنا هذا اللحم عراقي 100%، في لهذا بيعه ب20، وهسه اللحم العراقي نادر ما موجود، أغلب الحيوانات الموجودة والأغنام والمواشي هي مستوردة وتكون من دول الجوار ومن دول يعني هي غير يعني معروفة، بالتالي أنه لحم العراقي هو يتميز بصفات معينة فيكون غالي. هنا البعض يقول لك لا والله أنا يعني حسب منطقتي سكنية، ما أقدر أنا أصعد السعر وأوصل للعشرين. إذن أصبح هناك تلاعب بقوت المواطن العراقي، اللي هي هاي نقطة جدا سيئة. نحتاج أنه يجب تكون هناك فعلا متابعة حقيقية ومراقبة حقيقية. ليش؟ لأن هنا المواطن العراقي فعلا بحاجة، أنه مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة أنه محتاج إلى اللحم بسبب أنه هو يحتوي على بروتين، هو غذاء مهم لجسم الإنسان. بالتالي هذا الموضوع يحتاج أنه أصحاب يعني القوت ذو الدخل المحدود واللي هم ما يقدرون يشترون اللحم يضطرون شي يسوون، يضطرون أن هم يروحون إلى شراء اللحم المستورد. اللحم المستورد اللي هو يجي من دول غير معروفة، من مشان يعني دول معينة، برازيلي، هندي، تركي، يعني قائمة تطول من ناحية اللحم المستورد. بالإضافة أنه هذا اللحم المستورد إحنا ما نعرف هل هو صالح للاستهلاك أم لا، هل هو ذبح على الطريقة والشريعة الإسلامية أم لا، هل هو لحم يعني نقدر احنا ناكله ام لا، هل هو تم تخزينه بطريقه صحيحه ام لا، والقائمه تطول. زين احنا شلون راح نعرف؟
هل احنا عندنا متابعه ومراقبه من قبل الجهات المعنيه على هذا الموضوع ام هو يدخل بطريقه او باخرى؟ يعني تفاصيل كثيره احنا نريد نتعمق بهذا الموضوع، لكن المشكله انه الوقت ما يسعفنا. بس اكو نقطه جدا مهمه، حتى اصحاب المطاعم بداوا يلتجئون الى موضوع اللحم المستورد بسبب انه هذا المطعم يريد يحقق ربح، يعني هو هدفه انه الربح، ما هدفه انه هو يعني يقدم اكل زين او تكون هو اللحم فعلا حقيقيه ام لا وتكون عراقيه. يقول لك والله انا اذا كيلو لحم انا اجيبه مثلا ينحسب علي ب20، واني هذه الاكله ممكن تضاف لها بعض المكونات وتكون ايضا غاليه، معناته الطبق راح يوصل باسعار مبالغ بها. المواطن العراقي هنا يقول لك انا ما اشتري. فهنا ايضا اصحاب المطاعم بداوا يلتجئون الى خلط اللحم العراقي مع اللحم المستورد، او يعني يلتجئون الى لحوم اخرى. راح نناقش هذا الموضوع تباعا بحلقتنا لهذا اليوم. السؤال هنا، هل اللحوم المستوردة هي صالحة للاستهلاك البشري أم لا؟ باعتبار أنه هذه اللحوم تبقى بالمنافذ وبالحدود فترة طويلة وأيام وليالي. فنشوف الجواب احنا وياكم وراجعين. بالنسبة للحوم الحمراء أو البيضاء اللي مستوردة من قبل البلدان الأخرى، حقيقة العراق يضع شروط صحية لاستيراد اللحوم الحمراء أو البيضاء، وطبقا يعني لشهادة صحية، وهذه الشهادة الصحية بالتأكيد وفق الشروط العالمية المتمثلة بالقانون الصحي للحيوانات اليابسة لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية WOAAH. فهنالك كودات أو مواد يجب أن تنطبق عليها أي مادة مستوردة، سواء كان لحوم حمراء أو بيضاء أو أي منتجات أخرى. هاي أولا. الشغلة الأخرى، يجب أن تكون هذه اللحوم مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، وهذه المواصفات القياسية العراقية اللي تصدرها التقيس والسيطرة النوعية لوزارة التخطيط. الشغلة الأخرى، يجب أن تخضع لقرارات الهيئة الاستشارية لسلامة الأغذية، وهذه الهيئة الاستشارية لسلامة الأغذية برئاسة وزير الصحة وعضوية 13 وزارة. كل هذه المعطيات يجب أن تطابق عليها شحنات اللحوم اللي تدخل للعراق. أما عملية شحن هذه اللحوم يجب أن تكون ببرادات ومواصفات خاصة. الحقيقة احنا ما نستورد لحم، بالإضافة لهذه الشغلات ما نستورد أي لحم من أي دولة إذا ما يكون هنالك نظام يسمونه نظام اعتماد الشركات. شنو نظام اعتماد الشركات؟ حقيقة يذهب وفد من أطباء متخصصين، من أطباء بيطريين متخصصين، وأيضا من وزارة الصحة ووزارة التجارة، لزيارة الدولة المعنية وتحديدا المزرعة اللي تذبح بها هذه الذبائح، والتأكد من الشروط المطلوبة من تلك الدولة، الشروط سواء كانت الصحية وكذلك شهادة الذبح الحلال من تلك الدولة، وكذلك المواصفات المطلوبة للحوم. مثلا على سبيل المثال احنا نطلب لحوم ما تتجاوز 5 كيلوات العبوة مالتها بالنسبة للحوم الحمراء، وهذه الشروط يجب ان تكون موجودة. بعض الشروط الاخرى سواء كانت الفيزيائية او الكيميائية، خالية من الامراض كذا كذا، الشهادة الصحية مكتوب بها. ولكن حتى الشغلات الخارجية مثلا شهادة الانتاج، تاريخ الانتاج عفوا، تاريخ الانتهاء الصلاحية، يعني مواصفات نطلبها خاصة. طيب الشحنة تجي ببرادات خاصة، درجة حرارة معينة يعني تحت الصفر تجي لازم، لأنه احنا دائما نستورد صراحة لحوم مجمدة وليس مبردة، دائما نستورد لحوم مجمدة، يجب أن تكون ضمن المواصفات المجمدة غير ذائبة، بيها يعني بيها في النظام أنه نعرف إذا كانت مثلا قطعت عليها الكهرباء، مثلا ذاب الثلج، هذا طبعا غير مطابق للمواصفات، موجود اللي هو هذا المونيتر موجود. تجي بالبرادات من بلد المنشأ إلى الميناء إلى مخازن اللحوم، فكلها ضمن سلسلة التبريد. فهذه المواصفات يعني ليس عشوائيا، هذه طبقا لهذه الأشياء كلها يلا نوافق على الاستيراد. الاستيراد يبدأ
باستيراد اللحوم يبدأ من وزارة الزراعة، ونوافق على المنشأ، احنا دائرة البيطرة نوافق على المنشأ الصحي، ثم ترجع إلى وزارة الزراعة، ثم تمنح الإجازة من قبل دائرة المعارض في وزارة التجارة. فإذا القضية ليست بالسهلة، وإنما وفق الشروط والمعايير الصحية العراقية والدولية مع بعض حقيقة. فمن هاي الناحية الإنسان اللي عنده شهادة أو اللي عنده خلينا نقول إجازة باستيراد اللحوم، إذن هو ماخذ كل المواصفات، وتكون المنتجات مالته أو الاستيراد مالته أمين. أما ما نتكلم عن الموضوع القشق، هذا غير موضوع، احنا نحكي على الشكل الرسمي. هذا الشكل الرسمي، الإنسان المجاز ماخذ من عندنا موافقة، منطينا المنشأ الصحيح، جايب شهادة صحية، مواصفات قياسية عراقية مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، مطابقة لقرارات الهيئة الاستشارية لسلامة التغذية. إذا هذا اللحم أو المنتج أو الشحنة هي سليمة وصالحة لاستهلاك البشري. مشاهدينا الكرام، طبعا العراق يتمتع بثروات عظيمة وثروات عديدة وكثيرة، ومن أهم هذه الثروات اللي يتمتع بها هي الثروة الحيوانية، بسبب أنه القطاع الحيواني هو يمثل أهم القطاعات اللي تأمن حاجة السوق من منتجات الحيوانات وتفاصيل كثيرة. والعراق هو معني بهذا الموضوع بصورة كبيرة، بسبب أنه العراق هو يتمتع بأرضية مناسبة، وتكون أرضية هي يعني صالحة لأنه هي يتم تربية الحيوانات وتفاصيل كثيرة. بالإضافة أنه لو كانت هناك خطة واستراتيجية في تنمية هذه الثروة الحيوانية، لكان العراق من هو يعني هو من أوائل الدول المصدرة للحيوانات للأغنام والمواشي بصورة أدق وتحديدا، لأن إحنا الآن نعتمد على الحيوانات اللي تكون هي مستوردة مثل ما ذكرنا قبل قليل، وتكون هي من دول معينة. لو تم العمل على هذا الموضوع وتفعيله بصورة كبيرة، وتوفير الظروف المناسبة، توفير الظروف الملائمة لتربية هذه الحيوانات ولتوفير الأجواء لها، بالتالي راح نقدر احنا نسيطر، راح نقدر نصدر مثل ما ذكرنا، لان اغلب الدول هي تعرف شنو نوعيه الاغنام والمواشي اللي موجوده بالعراق، واللي اغلب المطاعم اللي هي اللي تعرف بها انه يفضلون هذا اللحم باعتبار انه هو به مميزات كثيره، واكيد هي غنيه عن التعريف. مشاهدينا كان طبعا بالاضافه انه مثل ما ذكرنا انه موضوع اللحوم المستوردة أيضا إحنا نبتعد عنها لسبب آخر، إنه هذه اللحوم المستوردة هي تعاني بوجودها بالمنافذ والسيطرة النوعية، وتمر بمراحل عديدة ممكن تبقى إلى أيام بالموانئ والمنافذ، يعني تصل يوم يومين إذا مو أكثر، يعني أمور أخرى. بالإضافة إنه بعض اللحوم هي تكون تدخل بطريقة تكون هي غير رسمية، بعض يستورد يعني على حساب الخاص بطرق أو بأخرى تكون هي غير شرعية. يعني هذا الموضوع به لغط كثير، ويحتاج إلى تصفية المواضيع وتصفية الحسابات حتى نقدر أن احنا نسيطر على السوق مثل ما ذكرنا. محتاجين أن الحكومة تقف وقفة جادة، بالإضافة أنه المشاريع اللي تقوم بها يعني السيد السودان يقوم بمشاريع كثيرة ودي يشخص سلبيات كثيرة، نتمنى أنه تكون هذه السلبية أيضا يقضى عليها بتوفير كافة احتياجات اللي يحتاجها العراق حتى يقدر يرجع انه ينتج الثروة الحيوانية ويقدر يسيطر على السوق العراقي والاسواق الاخرى. بالتالي احنا نريد نتعرف احنا وياكم ما هي ابرز المعوقات والمشاكل اللي يواجهها مربي الثروة الحيوانية ومربي الصغار تحديدا. نشوف الجواب احنا وياكم وراجعين. هناك العديد من العوامل اللي تؤثر في الثروة الحيوانية، منها جهل بعض المربين بالرعاية الصحية والذي يؤدي إلى تعريض الحيوانات للمشاكل الصحية مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. أيضا هناك عامل آخر هو نوع الحيوان اللي يستخدم المربي، إذ أنه عدم اختيار الحيوانات المناسبة للتربية، وكون أن الأنواع الجيدة من الحيوانات تكون مكلفة للمربين مما يؤدي إلى العزوف عن شرائها. فضلا عن ذلك بأنه هناك عدم معرفة بكيفية الحصول على الحيوانات الجيدة. العامل الآخر اللي يؤثر هو التغذية، لأن كلف العلف تكون في الوقت الحاضر مرتفعة محليا وعالميا، فضلا عن أنه بعض المربين يستخدمون نوعية الأعلاف تكون على الأغلب تكون ذات نوعية رديئة. العامل الآخر اللي يؤثر على الثروة الحيوانية هي الأمراض،
وجود هناك العديد من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، وتكون أغلبها تكون بعضها يكون وبائي والبعض الآخر يكون على الحيوان نفسه، بعدم استخدام التلقيحات في الأوقات المناسبة وعدم التواصل مع المستشفيات البيطرية في المحافظات والمناطق الأخرى من العراق. البنى التحتية أيضا هناك يشكو منها بعض المربين، هو البنى التحتية المتمثلة بالطرق والأسواق، إذ أن بعض المربين يكون لهم صعوبة الوصول إلى الأسواق، خصوصا مثل مربين جاموسي الموجود في مناطق النائية ليس باستطاعتهم إيصال منتجاتهم خصوصا الحليب إلى الأسواق. العامل الآخر هو عدم ثبات الأسعار وتقلبها مما بين الحين والآخر، مما يجعل أنه الفروق بين المصروفات والعوائد يكون المصروف أكثر من العوائد في بعض الأحيان. أيضا صعوبات في البناء، في انخفاض قابلية بعض المربين على بناء الحظائر الجيدة للحيوانات واللي تمكنها من أداء إنتاجي عالي. العامل الآخر اللي يأثر أيضا المياه، صعوبة توفير بعض المياه الصالحة للشرب لبعض المربين، مما يؤدي إلى عدم وصول الحيوانات إلى الأداء الإنتاجي اللي يحقق له الربحية. أيضا الخدمات الإرشادية والبيطرية، ليس لكل مربين قدرة على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لأن كون بعض المربين يكون يفتقرون إلى الخبرة وعدم التواصل مع أصحاب الشأن. أيضا العامل مهم آخر هو رأس المال المستثمر. الكثير من المشاريع خصوصا المشاريع الصغيرة والمربين الصغار ليس باستطاعتهم أن يوفروا المال الكبير للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية الذي يتطلب ذلك استثمارات كبيرة. أيضا هناك عامل آخر هو عدم وجود مراعي طبيعية بشكل مستدام تمكن المربين من الرعي بحرية وسهولة لحيواناتهم، غير أن هناك بعض من المربين الكبار في الوقت الحاضر اللي عندهم قابلية على إنشاء محطات كبرى في مجال تسمين العجول وإنتاج أبقار الحليب، فضلا عن أن هناك محطات كبرى أو مشاريع كبرى لإنتاج البيض المائدة ودجاج فروج اللحم، وهذه مشاريع واعدة وإن شاء الله تظهر في المستقبل القريب. من النقاط المهمة بحلقتنا اليوم يجب نناقشها طبعا ونسلط الضوء عليها، طبعا بين فترة وأخرى نسمع عن موضوع يعني أنه تكشف أحد المطاعم بأنه هي تستخدم لحم الحمير، وتكون هناك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وضجة إعلامية أيضا على هذا الموضوع بسبب أنه هذا صاحب المطعم يستخدم هذا اللحم ويكشف أنه صار لفترة طويلة وغيرها من الأمور. طبعا اختلطت الأوراق على المواطن العراقي بسبب هذا الموضوع، أصبح لا يمتلك الثقة الكافية عندما يتعامل ويعني يلجأ إلى المطعم أو إلى القصابين في موضوع التعامل مع اللحوم ومعرفتها. طبعا من النقاط المهمة اللي يجب نركز عليها أنه لو تم العمل بآلية جديدة، آلية مستحدثة بما يخص أنه تكون هناك المطاعم المعروفة والمطاعم اللي تريد تفتح واللي تأخذ إجازة بناء وغيرها، من الشروط اللي يجب أن تتوفر، يعني هاي تكون من النقاط اللي يجب أن الحكومة ترعاها، أنه من النقاط المهمة تتوفر والشروط أنه يعرفون مع من يتعاملون من المجازر، تكون هذه المجزرة وهذا المطعم مسجل عند صاحب المجزرة اللي تابع لوزارة الصحة، بالإضافة أنه المطعم أيضا يعرف والمواطن يعرف، تكون هناك قائمة أنه يابا أنا أتعامل مع كذا مجزرة وهذه المجازر هي مرخصة من قبل وزارة الصحة وتابعة لوزارة الصحة، حتى يقدر المواطن يأمن، بالتالي نتخلص من موضوع بين فترة وأخرى كشف مطعم أنه هو يتعامل مع لحم الحمير، كشف مطعم أنه هو يتعامل مع اللحوم المستوردة وغيرها من الأمور. من النقاط الأخرى أيضا على القصابين تكون هناك أيضا متابعة من قبل الجهات والفرق التفتيشية والرقابية، أنه أيضا نعرف يتعامل مع من، مع أي نوع من الحيوانات، مين يشتروها، يعني تكون هناك أمور مسجلة راح تسهل العملية على الفرق التفتيشية، وبالتالي راح تسهل العملية على المواطن العراقي حتى يقدر يتعرف على نوعية اللحم اللي هو دياخذه واللي هو دياكله واللي هو ديجيبه للبيت ولعائلته الكريمة. بالإضافة أنه إحنا وياكم نريد نعرف هل هناك فعلا
فرق تفتيشية ومتابعة دورية لأصحاب المطاعم وأصحاب محل القصابة أم لا؟ هل هناك فعلا متابعة على موضوع النظافة، موضوع نوعية اللحم؟ هل هناك كشف يتم من قبل أخصائي بيطرة حقيقيين حتى يكتشفون أنه هذا فعلا لحم هو صالح للاستهلاك أم لا؟ تعالوا احنا وياكم نشوف الجواب وراجعين. يعني هناك إجراءات صارمة ومتابعة مستمرة تكاد تكون يومية أو شبه يومية لجميع المطاعم والمؤسسات التجارية الأخرى اللي يشمل تفتيشها فرق الرقابة الصحية أمثال الشركات واللي تستورد الغذاء والماء وكذلك المطاعم. حقيقة الإجراءات صارمة حسب قانون الرقابة الصحية تبدأ من الغلق بثلاث أيام وشهر وثلاث أشهر وكذلك غرامات مالية، وفي بعض الأحيان في حال كسر الشمع الأحمر بالغلق نضطر إلى رفع دعوى قضائية على الشخص المخالف للأمر، وبالتالي سيصار إلى إجراءات قضائية أكثر صرامة وأكثر شدة. إذن أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة، وحلقتنا كانت نوعا ما توعوية أكثر، أنه يجب أن يتعامل المواطن العراقي مع الجزارين الموثوقين بهم ويكونون هم يعني خاضعين لدورات يعني تفتيشية ومراقبة يعني مستمرة. ثانيا يجب أن يتم متابعة من قبل وزارة الزراعة ومديرية الثروة الحيوانية، ويجب العمل على فتح البيع المباشر حتى نتخلص من التجار الجشعين اللي يتعاملون مع الموضوع على حساب ما يخدم جيوبهم وليس على حساب ما يخدم المواطن العراقي ويخدم المستهلك. ثالثا يجب أن تكون هناك توعية، ويجب أن تكون هناك متابعة من قبل الحكومة على الأسواق المحلية ومن يتلاعب بأسعار اللحوم، وتكون هناك تسعيرة محددة حتى نتخلص من هذا الموضوع ونقدر نسيطر على الوضع. ورابعا واخيرا يجب ان تكون هناك يعني متابعه بما يخص الجزر العشوائي، وهي تكون عقوبه صارمه حتى نتخلص من المشاكل ونتخلص من موضوع الحمى النزفيه ونقدر نسيطر عليها قدر الامكان. اذا احبتي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، التقيكم الاسبوع المقبل بحلقه جديده، الى اللقاء.